يا كمال النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تجربة مفارقة الأحباب ألم وحزن لا يستطيع الإنسان أن يتحمله، خصوصا إذا كان هذا الحبيب يملأ حياة الإنسان وكيانه. الزهراء فارقت أمها وعمرها في 15، ثم توفيت أختها زينب الكبيرة مريضة، ثم توفيت أختها رقية في أول سنة، ولا زالت الزهراء عروس وتوفيت رقية، ما هي إلا سنوات قليلة حتى يتوفى بعض أولاد زينب من بني أختها، وما هي إلا فترة بسيطة حتى تودعها آخر أخواتها وهي أم كلثوم. تخيلوا هذه الحياة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أهل بيته واحدا بعد الآخر، ما بقي لرسول الله إلا فاطمة، ولم يبقى لفاطمة إلا رسول الله، فكان رسول الله هو البقية الباقية سيدتنا فاطمة، وكان هو كل شيء، وهو أعز إنسان، وهو أعز مخلوق، وهو أعز شيء في قلبه، هو وهو روحها، وهو قلبها، وهو سرها، وهو كيانها. وقد ذاقت من مرارة الفراق ما ذاقت من فراق أخواتها وأخوانها وأمها. فلما كان بعد حجة الوداع مرض رسول الله، فعكفت الزهراء عليه في تمريضه وفي التردد عليه في بيته عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت لا تفارقه إلا وقت استراحة بالليل، ولا تصبح حتى تعود إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كان حالها حتى لما أن قرب وقت الوفاة، ورسول الله يعرف أن فاطمة أشد الناس تعبا بفراقه وأكثر الناس حزنا عليه، هي أكثر الناس التصاقا به، وهي أقرب الناس إليه، وهي أكثر الناس تعلقا وحبا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعرف أنها ستتعب تعب شديد جدا من بعده. لذلك لما كان يوم في عند سيدتنا عائشة وبعض أمهات المؤمنين موجودات، وسيدتنا الزهرة على يساره أو عن يمينه، ف همس في أذنها، قربت أذنها إلى عنده فهمس في أذنها فأخذت تبكي، فدعاها فهمس في أذنها الثانية فضحكت، تحجبوا من المنظر. فلما خرجت وراءها السيدة عائشة، السيدة عائشة لميحة تبغى تعرف إيش القصة، قالت لها يا فاطمة ماذا قال لك يا أبوك؟ قالت لها يا عائشة والله ما كان لي أن أفشي سر رسول الله، اعذريني ما أقدر أقول. فمرت الأيام، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدة عائشة سألتها، قالت لها يا فاطمة ماذا قال لك أبوك ذلك اليوم رسول الله؟ قالت إنه لما دعاني في المرة الأولى قال لي يا فاطمة إن جبريل هذه السنة عارضني القرآن، كان جبريل يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وفي رمضان هذا عارضني القرآن مرتين،
ولا أراني إلا منتقلا أو ميتا في مرضي هذا. فبكيت، ثم قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وفي رواية: وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي. قالت: فرضيت بذلك. وسرت، سرت السيدة فاطمة أنه سيكون موتها عاجلا. هل هناك أحد يفرح بالموت؟ نعم، سيدة فاطمة ما كانت تحب أن تعيش، ولا كانت تتخيل نفسها أنها ستعيش بعد والدها رسول الله ولا لحظة واحدة. فلما مرت الأيام وجاءت في آخر أيامه قبل وفاته، فرأته وهو يقرب من حالة النزع، فقالت: واكرباه واكرباه. فقال لها: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، خلاص انتهت الكروب، الآن وافد على الرب، وافد على مولاي سبحانه وتعالى، ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. ثم توفي صلى الله عليه وسلم، وحزنت الزهراء حزنا شديدا شديدا عظيما، ودفنوا رسول الله. يقول أنس: فلما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وانصرفوا، جاءت فاطمة الزهراء فقالت: يا أنس، ما فعلتم؟ قالت: دفننا رسول الله. قالت: أو طابت أنفسكم أن تدفنوا وأن تهيلوا التراب على رسول الله؟ كيف قدرت نفوسكم تعملوها؟ قال: والله يا بنت رسول الله، ما درينا ماذا فعلنا، ولكن هذا شرع الله. فجاءت مسرعة فأخذت من التراب ووضعت على وجهها وقالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، عدنا لياليا. فاطمة الزهراء تعبر عن شجونها: المصائب التي صبت عليها لو صبت على الأيام لتحولت الأيام إلى سوداء وإلى ظلام من شدة هذه المصائب، خصوصا المصيبة العظمى بفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكنه أمر الله، إنك ميت وإنهم ميتون. وهي مؤمنة بقضاء الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا ستة أشهر، ما هي إلا ستة أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدتنا فاطمة الزهراء أخذت تذوب وتذوب وتذوب، تحترق كبدها وتشتعل أحشاؤها بنار الشوق وحرارة الفقد والفراق بما لا يمكن لأحد أن يتخيله من مرارة فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان بعض أبطال الصحابة مثل عمر بن الخطاب طار عقله وجن، ومثل سيدنا علي بن أبي طالب البطل الضرغام العظيم أقعد وما استطاع أن يقوم من مكانه، مثل عثمان بن عفان الحليم الراسخ المكين، كأنما ذهب بصره وارتج عليه فما استطاع أن يتكلم ولا بكلمة بوفاة رسول الله، فكيف بفاطمة؟ كيف بفاطمة هذه الشابة التي عانت المعاناة التي قبله، والتي حصل لها من فقد أخواتها وأمها من قبل، والآن تفقد أباها صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر الناس محبة له عليه الصلاة والسلام، ومحبتها محبة رسول، محبة أب، محبة مربي، محبة معتني، محبة بكل أصنافها وبكل أنواعها. فكان لوفاة رسول الله الوقع الشديد على حياة سيدتنا فاطمة، وجلست في بيتها وما رؤيت مبتسمة بعد ذلك اليوم. وكان الحسن والحسين وكان أولادها ومحسن وأم كلثوم في داخل بيتها أطفال يترددون على أمهم تلك التي كانت تحترق أحشاؤها. وسيدنا علي بن أبي طالب رثى حالها فلازمها في البيت لا يغيب عنها، حتى أنه تأخر عن بيعة أبي بكر وعن ما في الناس فيه من الشغل ومن الانشغال ومن أمور الأمة، انشغل ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الستة المتوالية من محبته لها
ومن حزنه عليها، لأنه يعرف ما في صدرها وما في قلبها من ألم على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكانت سيدتنا، حصلت هناك قضية يكثر الناس تعليق فيها ويطولون ويعرضون، أن سيدتنا فاطمة الزهراء أنها غضبت لأن أبا بكر لم يعطيها ورثها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنها طلبت أرض لرسول الله اسمها فدك. فسيدنا أبو بكر قال: يا بنت رسول الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، إنما ميراثنا العلم. فرضيت بذلك. يقول ماتت كمدا وغضبا على سيدنا أبي بكر، أصغر إنسان من عقلاء المؤمنين الصالحين، الدنيا كلها لا تسوى عنده جناح بعوضة، فكيف بفاطمة الزهر؟ عيب أن يقال عليها مثل هذا الكلام، عيب أن يقال على الزهراء التي كانت تشتاق رسول الله أنها حزنت وغضبت على أبي بكر. هي ما تعرف أبا بكر هذا من يكون، رفيق أبيها الذي أنفق ماله في خدمة والدها إلى هذه الدرجة. هذا من الأمور التي تستشنع على من يصف فاطمة الزهراء بهذا، بل كانت على تمام الرضا. ودليل على ذلك أنه لما توالت الخلافة حتى جاءت خلافة سيدنا علي بن أبي طالب وصار هو الحاكم، لم يرجع أرض فدك هذه، بل تركها على ما فعل فيها أبو بكر، تركها ولم يعيدها إلى لحيازتهم، ولم يأخذها رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. وهنا بدأت سيدتنا فاطمة في رحلة الآخرة، وهذا الذي سنتكلم عنه في حلقتنا القادمة، لنختم الحديث عن أخبار سيدتنا وحبيبتنا وقرة أعيننا الزهراء البتول، لأنها كانت تزهر، ولأنها كانت بتول قيل أنها كانت لا تحيض، وقيل أنها فاطمة لأن الله فطمها وذريتها من النار، وهي الطاهرة وهي العفيفة رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا الله بها في دار الكرام. يا كمل النساء يا مظهر الوفاء ومنبع الصفاء يا موطن العطاء، خديجة الكبرى فاطمة الزهراء، كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء، عائشة وفضلها يا كمل النساء.